ممتاز محمد، يعني بتكلم اكثر معاك على المعايشه اليوم بوجود 30 شخص، اكيد بثقافات مختلفه بتوجهات مختلفه، شلون قدرتوا تتاقلمون كمجموعه، يعني تنتقل خلينا نقول مجموعتين من 15 ل 15 وانتم بطريقه جدا مناسبه في التواصل؟ والله بالعكس، هذا ندلدل على يعني كفاءة المشاركين وكفاءة يعني الاخوان والخوات اللي انقبلوا في هذه المبادرة. صحيح. العدد ناس ما تفضلت، العدد ما هو قليل، عملية التنقل من المكان هذا إلى المكان هذا أيضا ما هي سهلة. صحيح. كذلك الالتزام بالوقت، تدري احنا كنا مرتبطين في مؤسسات إعلامية بريطانية نفس البي بي سي، ناس صحيح. تمشي بالوقت يعني ما يتحمل أي تأخير. صحيح. بالتالي الاخوان والخوات للامانه كانوا على يعني قدر المسؤوليه، كانوا كفوا لهذه المهمه ولهذه المبادره. اتصور ان احنا، وما اتصور، انا متاكد ان احنا مثلنا الكويت خير تمثيل في هذا الموضوع. واحنا فخورين فيكم اكيد. بالعكس احنا كذلك، بالعكس الله يسلمك. يعني انا اشوف من نتائج اليوم المبادره هذه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، متحدثين ولبقين واختيار الكلمات اللي فعلا تليق في الحوار.